ما يزال قطاع الإسكان في البحرين يحقق نجاحات متتالية، تسهم وزارة الإسكان في تسجيلها مستندة إلى التوجيهات الملكية السامية في آلية عملها الحكومي المعني بتقديم خدمات إسكانية مثلى للمواطنين، متوافقة مع الأهداف الأممية المتعلقة بالتنمية المستدامة ومواكبة لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 بما يتماشى مع برنامج الحكومة. نعم، حيث تحرص وزارة الإسكان على تقديم سكن اجتماعي قادر على الاستدامة والصمود ومؤطر بجميع المرافق والخدمات العصرية التي تحتاجها العائلة البحرينية، وذلك عبر إنشاء مدن إسكانية في مختلف محافظات البحرين. بين مضامين الرؤية وجدية التنفيذ، يمضي قطاع الإسكان بثبات نحو المراد إنجازه، مستنيرا بعمق الاستراتيجيات الحكومية الموضوعة له وبما يتناسب مع كل مرحلة عملية تقتضي تطبيق ما يتم رسمه على الورق من مخططات هندسية وخطط شمولية تلامس الحداثة في التصميم والنوعية في البناء والجودة في إقامة الوحدات السكنية بالشكل الذي يلبي طموحات المواطنين بالدرجة الأولى. إن العناية المستمرة من قبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بملف الإسكان لهي دليل واضح على حرص جلالته الدائم على ضرورة توفير السكن الملائم والكريم للمواطن وتذليل الإمكانات جميعها لتسريع إتمام الطلبات الإسكانية وتوسيع قاعدة المستفيدين من المشاريع الإسكانية التي تم إنجازها والتي هي في طور الانتهاء إما على نطاق المدن أو المجمعات أو على صعيد مشاريع امتداد القرى وخصوصا تلك التي تخاطب ذوي الدخل المحدود على وجه التحديد. وخلال العقود والسنوات الماضية تتجلى المكتسبات الإسكانية العديدة لتستقر في سماء المؤشرات الإيجابية والأرقام المتوهجة الدالة على ما تم تحقيقه من نجاحات، فضلا عن ماهية الأشواط التي قطعها الملف الإسكاني ضمن الجدول الزمني الموضوع له وبما ينسجم مع برنامج عمل الحكومة في سنوات مضت وما سيتم إمضاؤه ضمن حدود سنوات قادمة، الأمر الذي يعكس اهتمام المملكة الكبير بالشأن الإسكاني بمنحه الأولوية المطلقة في المسيرة التنموية الشاملة. في ثنايا الأمر الملكي السام الداعي إلى بناء 40,000 وحدة سكنية، إشارات عميقة ودلالات واضحة على مسيرة التميز التي تلازم خط مسير هذا القطاع الخدمي، فالمحطات المضيئة التي مر بها مجال الإسكان عديدة ولا يمكن حصرها ولا عدها، وذلك لم يكن لولا تحفيز صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ومناداته بأهمية تطوير السياسات والتشريعات الإسكانية لتوسعة قاعدة المستفيدين من الخدمات الإسكانية التي توفرها المملكة. هذا الاهتمام من قبل سموه سرع من وتيرة بناء 5 مدن إسكانية هي مدن سلمان وخليفة وشرق الحد وشرق سترة وضاحية الرملي، والتي تمثل الركيزة الأساسية لبرنامج الحكومة السابق الذي استطاع تسليم ما يزيد على 25,000 وحدة سكنية ليلتزم برنامج عمل الحكومة الحالي 2019-2022 بتوفير آلاف الخدمات الإسكانية للمواطنين وبإسهامات واضحة من قبل القطاع الخاص الذي من الإنصاف أن يذكر حسن العائد من وراء التعاون معه.